شكرا السيدة وزيرة الخارجية، واسمحي لي في البداية أن أنا أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس ماكرو وللسيدة رئيسة الوزراء بربادوسا ميا ماتلي على حديثها الرائع والملهم اللي تحدثت به وكل من تحدثوا في الجلسة الافتتاحية. واسمحي لي أنا أخلي المداخلة شقين. الشق الأولاني هو شق عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر في الموضوع كله، ثم أتحدث عن الجهد والموضوع الإجراءات وما تحقق على المستوى الوطني. مهم أوي أن أنا أشكر فخامة الرئيس ماكرو على أنه استضافة هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الأزمة أو الأزمات المتعاقبة التي مرت العالم تقريبا على مدار أكثر من 3 سنوات. والحقيقة هي ألقت بظلالها الكبيرة جدا على العالم وعلى يمكن بشكل أكتر وعبء أكبر على الدول النامية والذات اقتصاديات يعني هشة، ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها بواسطة هذه الدول خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما يمكننا من مواجهة تحديات تغير المناخ التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الأكثر تضررا منها. في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ اللي هي COP27 في نوفمبر الماضي، وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة. واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير عن النص، ولكن عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل. غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. هنا كان الهدف هو ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما دعم التحول العادل من أجل تحقيق النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة. في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة.